السؤال الذي يتبادر إلى الذهن قبل التطرق إلى محطات المجتمع المدني في تاريخ بلادنا هو ماذا نعني بالمجتمع المدني؟ فهذا المصطلح وهذا المفهوم أو على الأقل المصطلح في حد ذاته يبدو غريبا لعدد كبير من الناس. معناه مجتمع مدني، وهناك من يخلص بشكل سريع إلى وضع نوع من المقارنة بين مجتمع يكون مجتمعا مدنيا ومجتمع آخر يكون لماذا عسكريا، في حين أن الموضوع لا يجب أن ننظر إليه بهذا التوجه وبهذا الشيء. ففي الواقع أعتبر شخصيا أن لفظ المدني في الواقع هو أتى للتمييز بين مجتمع متمدن ومجتمع لم يرقى بعد إلى مستوى معين من التمدن، لكن هذه كلها تفسيرات سريعة لا تفيد في الحقيقة، لأن المصطلح عرف تغيرات كثيرة عبر التاريخ. عندما ننظر إلى التعريفات التي تهم هذا المضمون أو هذا المفهوم المجتمع المدني، نلاحظ بأنه عرف تغيرات كثيرة وكثيرة جدا. فلأول مرة وجد هذا المفهوم بشكل أو بآخر، وجد في كتابات أرسطو. أرسطو هو الذي تكلم عن هذا المفهوم الفضفاض وأعطاه كلقب كينونيا بوليتيكي. كينونيا كلمة يونانية، هذا تفكرنا شوية بالكينونة ولكن معناها فقط كيان سياسي بالمفهوم الصحيح لكلمة بوليتيكي، لأنه مع كل أسف هنا غير استدراج، نحن في لغتنا العربية منذ مدة من الزمن، منذ قرون وسطى، عندما نتكلم عن البوليتيك نترجم هذا المفهوم بكلمة سياسة، في حين أن كلمة سياسة آتية من فعل ساسة يسوس، وكان هذا الفعل مستعمل أساسا في تربية الخيول أساسا وجعلها تركع لإرادة الإنسان. إذن مفهوم بوليتيك بمعنى الأساسي اللي في إطار الديمقراطية النسبية اليونانية أو الأثينية لا نجد ترجمة له بشكل صريح في كلمة السياسة. بعده أتت الفترة التي ظهر فيها العلم في البلدان الإسلامية، وأساسا شهر أو ظهر باللغة العربية، تداول عند المعلم الثاني. المعلم الأول هو أرسطو، والمعلم الثاني هو الفارابي. فالفارابي طبعا استفاد كثيرا من متروك أرسطو على مستوى التفكير، لكن أعطى لهذا المدلول مفهوما روحيا ومغال، أي أدبي وأخلاقي. المدينة الفاضلة، طبعا كلمة الفاضلة تدل على أهمية جانب فاضل بين قوسين الذي كان يوليه الفارابي أهمية قصوى. بعد الفترة التي اشتهر فيها الباحثون العرب أو على الأقل الباحثون المسلمون، الفارابي كالكندي بعد ذلك مروش، ثم آخر من تألق في ميدان فيبر أي ابن خلدون بالنسبة لنا، بعدهم أتى طور الأوروبيين بالأساس. فنجد هذا المفهوم متداول لدى فيلسوف من
الإنجليزي هوبز، ثم بعد ذلك انتقل إلى فيلسوف آخر من ألمانيا وهو هيجل. هيجل الذي استعمل كلمتي المجتمع المدني بمثابة حالة البداءة ليتاد دو ناتور. طبعا نمر بسرعة لأننا ما يمكننا شيء نتوسعوا في هذا الميدان، أولا لأننا لسنا بفلاسفة، ثم ثانيا هذا أمر فقط لتذكير حتى نضع الأمر في مجاله الحقيقي وفي سياقه المضبوط.